أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. حادثة سير بمدينة تطوان وقعت قبل قليل من صباح اليوم الاثنين. حادثة سير قبالة المحطة الطرقية الجديدة الكائنة بالطريق الدائري بتطوان، ووفق مصادر من عين المكان فإن اصطداما بين حافلة للركاب وسيارة خفيفة أسفرت عن أضرار مادية على مستوى الهياكل ولم يتسبب في أي خسائر بشرية. تجدر الإشارة إلى أن المكان المذكور يعرف حوادث سير بشكل متكرر مما يهدد سلامة التلاميذ الذين يعبرون منه بكثرة.